أيها الحفظ الكريم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل في كل مكان، نجدد لكم التحية والترحيب من جديد من هنا من ميدان التلة بإمارة عجمان الإمارة السعيدة، لنحييكم من جديد ونلتقي معكم في ثاني أيام هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه الذي يأتي في هذا المهرجان السنوي الكبير. شكرا سيدي أبو خالد على دعمك الكبير، على اهتمامك لهذه الرياضة العربية الأصيلة. نسير مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام مع شوطنا الخامس عشر، شوط أيضا ختام هذه الانطلاقات المسائية ومخصص لفئة الجعدان الحقائق. نسير إلى البداية وإلى المقدمة، نتابع المسار والبداية الأولى. الشبابي في المركز الأول، محمد بن بطحان بن قران المنصوري يتقدم بأول المراكز. المركز الثاني هنا بدران محمد بن حزمي بن قناص العامري، بينما التدخل في هذه اللحظات من بسطام ايضا يغير المسار لسعيد بن محسن بن مخيت العامري، غير من انطلاقة بسطان هنا بالانطلاق الاول. اتابع المركز الثالث، هنا ياتينا طويق ناصر بن سالم بن حمد العويسي. المركز الرابع، رابع المراكز انضمام من الشبابي محمد بن بطحان بن قران المنصوري، ومن الجانب الاخر في المركز الخامس ياتي هنا مشاغب علي بن خليفه بن سعيد بن عنتر الغفلي، يقدم لنا مشاغب ليشاغب في البداية. أتابع أيضا مفيد مسلم بن علي بن دري المنصوري، حاضر يقدم لنا مفيد في المركز الخامس. سادس المراكز يصل هنا مناور خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، تقدمت الأسماء، القادم هو الريم لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، تدخل شعار بن حمودة ووصل القادم صايب محمد بن خميس بن عبد الله السعدي وصل. أتابع المركز الثامن، الله على هذا الوصول، على هذا القدوم الجميل. وصل مشاهدينا الكرام الغزال علي بن سعيد بن سالم الهاشمي. المركز التاسع، تاسع المراكز، القادم هنا الشبابي محمد بن بطحان بن قران المنصوري، وعشر مراكزنا هو عجيب عبد الله بن محمد بن خميس الشامسي. هذه المراكز الأولى المتقدمة، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى البداية، إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى التحديات الأولى. لا زال بسطام المركز الأول، سعيد بن محسن بن بخيت السلمي العامري يتقدم بالمركز الأول، يقدم لنا بسطام هنا بهذا الأداء الكبير. المركز الثاني، طويق ناصر بن سالم بن حمد العويسي بن قناص، قادم يقدم لنا أيضا انطلاقة بدران محمد بن حزمي بن قناص العامري، وهنا بن حمودة وصل، يقدم لنا الريم علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري. المركز الخامس، هذا هو فجاد عتيج بن مطر بن حسن القبيسي، قادم القبيسي قادم يبحث عن المزيد من النقاط. الواصل هو زعفران حمد بن حمود بن ثعلوب الدرعي، بدأ الزحف نحو المقدمة، بدأت الأسماء تتقدم، بدأت الشعارات تطير في الأمتار الأخيرة. 1200 متر ما بقى عن النهاية، بسطام لا زال في المركز الأول، سعيد بن محسن بن بخيت العامري. وهناك مشاهدين الأعزاء طويق بالمركز الأول، ناصر بن سالم بن حمد العويسي يقدم لنا طويق، ولكن هنا المنافسة لازالت حاضرة، بسطام وطويق، سعيد بن محسن بن بخيت العامري، ولكن طويق يغادر ناصر بن طويق هنا بالمركز الأول. مشاهدين الأعزاء، ناصر بن سالم بن حمد العويسي يقدم لنا طويق هنا بالبداية والصدارة، ولكن بن قناص قادم يقدم لنا بدران محمد بن حزمي بن قناص العامري، وزعفران قادم الدرعي
هاي الدرعي حمد بن حمود بن ثعلوب الدرعي وبن حمود قادم أيضا مع الريم علي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري، ولكن غادر طويق غادر بالمركز الأول إن لم يكن لبن ثعلوب الدرعي رأي آخر. غير زعفران حمد بن حمود بن ثعلوب الدرعي رقم واحد، مسجل برقم واحد وهو بالمركز الأول نمبر ون يا الدرعي نمبر ون، ما شاء الله تبارك الله. هذا هو زعفران يؤكد حضوره في هذا المهرجان الغالي. تهانينا وناموس لحمد بن حمود بن ثعلوب الدرعي على هذا الأداء المميز والأداء الجميل اللي قدم زعفران. المركز الثاني طويق لناصر بن سالم بن حمد العويسي، المركز الثالث الريم لعلي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري، المركز الرابع أتانا مفيد لمسلم بن علي بن دري المنصوري، والمركز الخامس هملول لمحمد بن خزاع بن محمد بن قرين العامري. هكذا مشاهدينا الأعزاء كانت المنافسة القوية. المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء هملول لمحمد بن خزع بن محمد بن قرين العامري، المركز الخامس لابق راشد بن نايع بالشاوي الغفلي. هكذا اذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام تابعنا معكم هذه الانطلاقه المميزه ولحظات الاعاده فوز زعفران. هاي لحظات وصول الى خط النهايه. التوقيت الزمني 5:54 سبع اجزاء من الثانيه توقيت زعفران لحمد بن حمود بن ثعلوب الدرعي مع هذا الانطلاق الجميل. تهانينا وناموس. المركز الثاني طويق مشاهدينا الاعزاء اتى في المركز الثاني. توقيته الزمني 5:57 اجزاء من الثانيه. تهانينا تهانينا والناموس لناصر بن سالم بن حمد العويسي. المركز الثالث التوقيت الزمني. هكذا اذا كانت النتيجه.